اهلا وسهلا فيكم. يعطيك العافيه اخي. فرهاد اصلا باي غرفه نازل هون؟ بعتذر نحن ما بنقدر نعطي معلومات عن زبائننا. بس نحن من الشرطه وجايين مهمه. تسمح لي شوفه بياتكم؟ اي طبعا. فرهاد اصلا باي غرفه نازل؟ 435 مكتوب على الباب غرفة مانويلا. ضل هون دير بالك على الشب. ما تاكل هم. الو، اذا انتم مش شرطه طيب شو بدكم من فرهاد بيك؟ اتصل بكل شيء موجود بالفندق، ممنوع اي شخص يطلع من غرفته. قال له ان الشرطه موجوده هون وراح تقبض على شخص مجرم وخطير. اصلي جازي حالك. شو فيك؟ لازم نطلع من هون، يلا استعجلي شوي. انت كلب مين ولك؟ مع مين عم تشتغل؟ احكي احكي ولك. قل لي مين اللي بعتك، يلا احكي بسرعة. فرهاد فرهاد انتبه الباب. تخبي بسرعة، تخبي. تعالي قربي لهون، خليكي محلك. كلاب كلاب تعالي معي. حطي مخزن الاحتياط من الدرج. يلا سوق السيارة انت اصلي. العمر له حقه. انا تغيرت كثير. انا ما كنت هيك من قبل. قبل كنت 3 ساعات عم صارع ما اتعب، بس هلا بنص ساعه بس حسيت اني تعبت. هلا راح نعيد من الاول لشوف اذا فهمت شو راح تعمل بكره. شو راح تعمل بكره؟ رح روح على العدلية
وراح أغير أقوالي كلها. برافو عليك. ليش غيرت كلامك؟ لأنه كان في زلمة عرض علي مبلغ مادي. قال لي أقدم هالإفادة وبعطيك مبلغ كبير. وبعدين؟ بعدين ضميري أنبني كتير، ما قدرت أظلم مرة بريئة ودمر حياتها. ضميرك اللي أنبك ما هيك؟ ضميرك قلت لي ضميرك، فهمت لك؟ فهمت ضميري. هيك شو أهم شي بالدنيا؟ الضمير يا وسام. خدوه من قدامي لشوف، وعالجوا له عينه ووشه منيح، عالجوا له عينه ووشه منشان يرجع بني آدم طبيعي. لا تتركوا لوقت ما يوفي بالوعد ويغير الإفادة تبعه. يلا امشي. مشفى أخدته؟ ما أخدته على المشفى. كيف ما فهمت؟ شلون ما أخدته على مشفى؟ مفكره أنه مثلك يعني شو عم تعمل؟ هو اللي ما رضي يروح على المشفى. كيف يعني هو ما رضي؟ لا تعيط، أنت بتعيط كل الوقت كمان. ليش لكن نحن بدنا نروح على المشفى؟ مشان نسرقها، فهمتي؟ شو؟ قلتلك نسرقها. شو قصدك انه بدنا نسرق المشفى؟ اسمعي، بعد شوي منوصل على المشفى ماشي؟ بدنا نسرق كل الادوات اللازمة لنطلع الرصاصة من رجل اخوكي، فهمتي؟ بدك اسرق ادوات من المشفى اللي بشتغل فيه؟ بدك منروح نسرق غير مشفى، شو رأيك؟ رحشن انا يا ربي. وين رح نلاقي هالادوات؟ لحقني لحتى دلك. اخوكي مصر انه يدخلني على السجن. ورح يدخلك اكيد، لا تخاف. انا مالي خايف، بس اذا دخلت على السجن رح اقول لهم انه انت سرقتي المشفى. رح اخذك معي. كم سنه رح تضلي هنيك؟ 3 ولا 5؟ انا ممكن اعمل اي شيء كرمال اخي. يلا استعجلي شوي. طيب ماشي. اول مره بحياتك بتساعديني بشغلي. ما فيك تشبهني بحالك بالمرة. أبداً ما عندي نية لهالشي. عفواً يا مدام. نعم حضرة الشرطي. أصلي شي نار ما هي؟ ايه تفضل. دكتورة انت عملتي عملية لابني تذكرتي؟ قالوا لي ما رح يمشي ابدا، بس الحمد لله بفضلك مشي. ايه الحمد لله مشي، مشي بشكل كتير حلو. سيد نديم ما هي؟ ايه صحيح انا. كيفه بوردال؟ الحمد لله بفضلك صار يلعب بالطابة. سلم لي عليك كتير. الله يسلمك. سلامات. طيب مع السلامة. يا الله أصلي؟ لو تنشق الأرض وتبلع على أصلي. خير إن شاء الله. وينك؟ شفتي يلا إسراء؟ لا، لأنه أجيت شفت مريض تاني عندي. لكن هي لهالإجازة بكفي، لأنه جد اشتقنا لك. وأنا اشتقت لكم كتير. لسه شوي، لسه بدي شوية وقت لأرجع على الشغل. سيد فرهاد احكي لك كلمة، ما بترجع لنا أصلي على الشغل؟ إيه بكفي. أصلي؟ يا الله عن جد ما عم صدق. الله يسامحك، ليش ما خبرتيني من قبل؟ هاد لكان سر الزواج السريع والمفاجئ. لا مو هذا السبب اللي صار. يلا عن إذنك هلأ. مع السلامة. يا الله يا ربي دخيلك. مين هاي المجنونة؟ متزوجة. ما سألتك عن حالتها الاجتماعية. إيه؟ إذا عندك فضول روح اسألها ودلني على أخي وعطيني مفتاح السيارة. وينه؟ هو هون؟ أنا عن جد ما بعرف من وين بتلاقي هاي الأماكن. أخي؟ أصلي أهلا وسهلا. لا تقلي أهلا وسهلا، فهمني أنت كيف تعمل هيك شي؟ بالنهاية أنا بضل شرطي يا روحي.
شو هاد؟ عن جد إبري؟ أنا ما بحب هدول الأبر أبداً، يعني مو معقول أخذ إبري. وبيقول الطب اتطور، لكن الناس صاروا عم يزرعوا روس وأنت لسه بدك تضربيني إبري. حابة طلع رصاصة بلا إبري مشان تصرخ بأعلى صوتك وتفهم اللي أنا فيه، بس ما فيني لأنه في شيء اسمه حقوق المريض. أوف. يلا فتي خلصيني. أخ يا أمي. إيه صرخ يلا، كان لازم تفكر قبل ما تجي لهون. شو دخلك بفرهاد لحتى تروح معه؟ أنا كمان سألتك هالسؤال من قبل يا أصلي إذا بتتذكري. لا تذكرني بشي. لما طلعت من هنيك دورت عليك ما لقيتك، قالوا لي إنه المفوض جيم راح مع الرجال اللي كان معك. كنت رح جن لما سمعت، رح جن. ايه ماشي اختي، بلا هالسيري هلأ. بدك ما خاف عليك؟ لا تخافي، أنا ما رح يصير لي شي، لأنه عندي أخت بتجنن ما بتخلي حدا يقرب علي. عفكرة هاد مو وقت مزحك الغليظ ولا وضعك بيسمح. لا لا بدي أمزح. ايه شوفي، لما بدخل باشتباك مسلح بالمرة الجاية ولما بيخلص كل الرصاص يلي معي بقلن أختي ساحرة بيصيروا بيهربوا. هيك رح تكون أكتر أخ كذاب بالعالم. وأنتي أشجع أخت بالعالم كله. طلعتي عن جد. هو منيح؟ ايه. فيك تقلي ليش راح اخي معك بهاي الطريقة يا فرهاد؟ روحي اسألي له. وانا هاد قصدي كان بالسؤال اللي سألتك يعني. شو هو دكتورة؟ هاد الظلام اللي انت عايش فيه. قلتلك رح تسحب اي حدا بيلمسك على العتمة، هاد كان قصدي باللي صار هون. ما كنتوا تجوا من الاول لكان. لا تنسى انه ما اجيت لعندك برضاتي، كنت مجبورة. اجيت مشان أخي، مشان هذا الرجال اللي نايم هلأ جوا. وأنا هون مشان أخي اللي ما بعرف إذا هو ميت ولا عايش. بعرف، بس في فرق كبير بين حالة الاثنين. الرجال اللي جوا عم بيضحي بحياته مشان يحميني. أخوك عم يدور على اللحظة المناسبة ليسجنك، لياخدك بسبب جرائمك، عم يدور على الفرصة اللي توقعك. بس انت انسان ما عنده اي وانا
ما رح تفهم الفرق بين الاثنين صح. أي شخص بيعيش هاي الحياة باختياراته. وأنا هاد قصدي باللي قلت لك ياه. أنا اخترت حياتي، أنا اخترت حالي، وكان فيك تختاري، كان فيك تتركيني موت هنيك، كنتي ما تعالجيني وبيخلص كابوسك. ليش ما عملتيها؟ ليش حملتيني على ظهرك ودخلتي العملية؟ ليش دكتورة؟ عفوا، لأنك طيبة كتير. لو تركتيني هنيك كنت متت، وضميرك كان رح يعذبك، كان رح يضل ضميرك يعذبك حتى لو مرت سنين طويلة عموتي. معناها انت ما انقذتيني، انت عملتي هيك لتريحي ضميرك. شفتي هاي الأنانية اللي تحت شعار الخير؟ هاي هي حياتك انت دكتورة. Oh.